يا راجل قولي عملت ايه؟ عايزه اطمن على مستقبل بنتنا. يا عليا بقول لك كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، يعني الواحد ما يعرفش الاصل من التجليد ولا الحقيقه من الغش. يعني ما عرفتش حاجه عن اصل الولد؟ اصله كلام من غير اثبات، لانه ملوش اثبات، يعني ممكن يطلع حقيقه وممكن يطلع غش. والشرطه بجلت قدرها ما عرفتش حاجه عن اصله ليه؟ طالع شيطاني؟ اهو مناع ده بالذات اول اصله بالنسبه للحكومه والاوراق الرسميه. ابوه جلعه من جذوره عشان ما يورثش الطرف عيلته، زرعه في المدينه من اول ما اتولد، عشان كده الواد ما يعرفش عن اصله اللي حكاه. اعوذ بالله، يعني ابن حرام؟ لا طبعا ابن حلال، وهو لو ابن حرام كان ابوه يورث وملايين يحطها له وديعه في البنك، لو ابن حرام كانوا اهله استخسروا فيه الحياه. طب احنا ايه اللي رمانا الرمي السودا دي يا توفيق؟ ليه؟ من قله العرسان ولاد الاصول؟ دي بنتك لسه الشهر اللي فات رافضه عريسين، لا عارفين اصلهم وفصلهم. ايه اللي رمينا الرمي السودا دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بذمتك ده مش مجنون رسمي فهمي نظمي؟ او فارس عايز يخطف حبيبته بالجوه وياخدها على حصان الابيض. والله ما هتضيعك غير الاوهام اللي انت عايشه فيها دي، سيبيني يا اختي اشوف شغلي. الو، ازيك يا باشمهندس؟ لسه برضك اسم الباشمهندس؟ ممكن اشوفك؟ عايزه اتكلم معاك شويه لو سمحت. تشوفيني فين؟ في اي حته زي ما تحب. لو انت فاكره نفسك في باريس ولا لندن؟ لا، في سوهاج، في مكان جديد فتح على النيل للناس اللي عايزه تتعرف على بعض في النور، مش اللي بتهجموا على بيوت الناس في انصاص الليالي. نقول لك ايه، ما تعمليش نفسك زعلانه، انا لمحت امبارح عيونك مبسوطين. انا خلاص بقيت افهمهم واعرف منهم كل حاجه، ومش هخاف من كلامك تاني. انا بخلص شغل الساعه 4 4 ونص. كويس 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 يا ست اللواء. مع السلامه. مع السلامه يا مرحبا. انا وحيدة ابوي وامي، يعني المفروض اطلع بنت دلوعة كل طلباتها مجابة. انا فعلا كل طلباتي مجابة من وانا صغيرة، لكن اوجات خوف ابوي علي كان يخليه يعاملني كأني ولد. وانا كمان احساسي ان انا عاوز اعوض ابوي وامي عن الولد اللي هما ما جابوهوش خلاني احس الاتنين، الولد والبنت. عشان كده تربيت اعتمد على نفسي وابقى شخصية مستقلة. شخصية مستقلة كيف يعني؟ ترشح نفسك المجلس القومي للمرأة؟ لا، يعني أحب أصرف على نفسي، أجيب احتياجاتي الخاصة، لدرجة أني فكرت أجيب شقة بالقسط تبع البنك. وتجهزيها وتفرشيها على كيفك وتعيشي فيها. أنت فاكر نفسك في سان فرانسيسكو؟ أنت بت وعايشة في الصعيد. صدق يا مناع، لو قلت لك أني عمري ما حلمت زي أي بنت برجل يجيلها في المنام وياخدها على حصانه. عشان كده ربنا عوضني وجابوا في الحقيقة، ده اللي خلاني أجي عشان أجابلك بعد ما جيت امبارح بالليل زي المجنون عشان تطلبني. يا رب ما تكون اتضايقت من طريقتي، أنا عارفة إن أنا برغي من الصبح. أنا من جهة اتضايقت اتضايقت. معقول؟ من إيه؟ اتضايقت لأني معرفتكيش من زمان، وبعدين جيت أهو، جيت لأني متعود أمشي ورا إحساسي للنهاية. تعرف يا نورهان، أنا مش مجنون يعني زي ما أنت قلتي، أنا عندي ثلاث أرباع ضارب لكن عندي برضك ربع سليم، وهو ده اللي جاي يعرفك بيه. أنا طول عمري عايش وحدي، وعمري ما كنت متصور يعني إني أقبل فكرة إن في حد هيكمل معايا بقية عمري، لحد ما شفتك. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل في إيه؟ إيه اللي حصل لما شفتني؟ لما شفتك حسيت إن عيل صغير عايز يترمى في حضن أمه، يهرب فيه من كل الحاجات اللي بيخاف منها. وخايف من ايه من الناس؟ خايف منتخب مصر يتغلب من سيراليون تبقى فضيحة. كذاب الراجل اللي بيقولك ما يخافش من حاجة. أنا بخاف من حاجات كتير. الغريبة إني مش خايف وأنا بقولك إني بخاف. ده أحلى وأشجع كلام سمعته في حياتي.
منظمة جميلة. سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوة دياب أخوي. والعيار اللي صابه عند أبوي كان ممكن يصيبنا أنا. مقدر ومكتوب. مش معنى أنا بعدك بالجواز أنا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا. أنا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحة مصلحة العيلة ومصلحتنا نتمم الجوازة دي. الله يرحم كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حق واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عادي يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما جس عليها الا الرحمة دلك. رحمة؟ رحمة ايه يا امه؟ نسمة ماتت؟ عم هناجي ذبحها الفجر وغسل عارة، ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ اسمها شريفة، اسمها عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الناس صالح يا ولدي، من الناس صالح؟ من الناس صالح كيف يا بوي؟ من الناس صالح كيف؟ همام همام ده مجهور على موتها، امال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسه، هو حزنان عشان نسمه ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفه هم متربيين مع بعضهم وهم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. عملت ده يا همام؟ اتهمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ احكي له عليه. رحت له وقلت لهم انها شريفه، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ اقتلوها ليه؟ وهو بيحب جميل وعايز يتجوز جميل. انت بتعمنا من لحمنا ودمنا. فوتكم منها، انا عارفه هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عمي سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وسعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا انا احب اكون حره في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام؟ رايده بنتها هتعيش هنا، كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا تربينا على كده. وبيتكم يا ام جميله يقعد كده من غير راجل؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميله، جهزي بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها اهنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافية. يلا جميلة. عافيك يا اختي. سلام يا اختي. سلام يا عروس. يلا يا جميلة. سلام يا مرات ولدي. هتقولي الشاي برا في الهوا الا انا اتخنق. شفت المرة ام عين غليظة؟ قال عايزة بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدونا وسع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته ورث سعدون. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك وقف لك. سامحيني يا نسمه، سامحيني يا حبيبتي. انا جبان استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود يلي من بعدك حشوف غير السواد. سامحيني،
سامحيني يا حب عمري كله. تعالى يا بن داري، تعالى يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا. فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشه دي زينه وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خدلك سنه افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هذا موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني اجاب هنصفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجاله عايزين حقهم عرقهم. رجاله بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومه تعطشه. فاكرين ما ينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش؟ ليه؟ فاكرين املوح حياك. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا جاب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدي على عيله السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديت عينه يوريها ليهم. عيله السمان بتاع الصمته ولا بدار السيوب؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا 10 ايام ويرد علي. طب عرفتش عيله حسان عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خساره، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويله عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعشق اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال. وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزه رجاله بقلب حديد. لازم نسبته لعيله حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت انهم هيبطلوا؟ صحيح، اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجه. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا، ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم. يكون في معلوم الجميع اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية وانفضت خلاص. احنا بنتكلم عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بنتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري، وانا اللي اقول ما عايز حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان بره النجعه، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركاء فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندريه، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه، لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الارض الجديده ونعيش من خيرها في امان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجاله، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوه والمره مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. يبقى على بركه الله، هنطلع الارض الجديده يا ناجي،
وعبال المكن والمواتير ما يجوا هنبني العشش اللي هنعيش فيها وربنا يكرمنا. دي سلالة نظيفة ومية مية مناع بيه. أمال فاكر إيه يا دكتور؟ فاكرني بلعب في بلاد بره إياك. لا والله. أهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذة المكان مش قد المجان، أنا رأيي نروح على المكتبة وعلى الججال ننضف. مفيش داعي يا مناع. لما قالوا لي إن شحنة المواشي وصلت قلت أكيد هلاقيك بتستلمها هنا وبالمرة أجي أبارك لك. يا باشا ستك تطلبني في أي وقت وأنا أجيك لحد عندك. يا مناع أنت راجل نظيف ومفيش عليك أي شبهة، إحنا نجيلك ضيوف وبس. وتأكدت إنها شحنة مواشي فعلا؟ راجل عيب، أنا قلت لك يا مناع أنت ملفك سليم وتحرياتك سليمة والتقرير في مصلحتك. أنا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. أؤمر يا باشا. أنت قدمت البت توفيق بيها؟ ده أنا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجة، كل ما في الأمر إن الراجل بده يطمن بيسأل عنك. ظاهر يا بيه إن المعلومات السرية اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش. مع إنك وعدت إن تكون سرية. لكن ماشي. عادي. اسمع يا مناع. لما سألت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فأنا من ناحيتي طمنته. وقلت أجي أبشرك بالخبر السعيد دوت، وبالمرة أضمن دعوة الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون اول المدعوين. الف مبروك يا عريس. اسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله. على السلامه يا باشا. مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عبادي. الله يبارك فيك. كان نفس اهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. اهل النجع كلهم عارفين بالجوازه دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين يا بوي؟ وديه لعم المرحوم ولا لمرة عمي ام جميله؟ لي انا يا ولدي، انا في مقام ابوها. مال انت كبير العيله وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل المهر ده لام العروسه جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجاله. بكرة إن شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكرة هتتزف العروسة من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. مبروك. الحمد لله الحمد لله. ألف بركة يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقروا الفاتحة إن ربنا يهديهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا الفاتحة كمان على روح نسمة بنت حسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئة وانا كمان بريء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رايك عاد في الشياكه دي؟ حرام عليك يا مناع، امك عايشه بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لابوك وياكد عليه انه حجز لك فاطمه. هي غساله بالقسط حجزها. ياكش تكوني فاكراني مره عشان يتجوزوني على كيفهم. انت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيله هيوقف في صفك. مش بعيد ابوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا اخوي. من انا ما كنتش ناوي اقول لهم على حاجه. طبعا هتقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياه يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا ليا اب ولا عم ولا خال ولا ام، كيف يطلع لي اهلي من تحت قطيق الارض؟ شطاني ما تهتيش معاه.
انا ما عارفاش غير الاصول. اللي يتبرى من امه وابوه عمره ما يبكي على اخته. انا اكرمني اني عاود لابويا يقتلني ولا اني اعيش معاك هنا مدفونه بالحياه. هرجعك واطلع ابويا كذاب قدام اهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسال ما يتهش. انت تهبلتي، اصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح همام ما حدش هياخد باله من عوده القتيله. طب عشان خاطري يا اخوي فكر في موضوع فاطمه. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحده من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدت عليا الله يسامحك.